بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. من جنود العقل الرفق، وعكسه الخرق، فإنه من جنود الجهل. الرفق يعني معالجة الأمور بلين ولطف ومداراة، وأما الخرق فيعني معالجة الأمور بشدة وعنف وخشونة. الأصل هو اللين والرفق، لأن الإنسان حينما يتعامل مع الناس فإن الناس إذا اقتنعوا بكلامه فإنهم عن قناعة ينفذوا ما يقول أو ما يريد، ولكن إذا لم يقتنعوا بكلامه فإنهم لا ينفذون ما يريد إلا إذا أجبرهم على ذلك. ومن المعلوم أن الجبر له أمد قصير. أولا، لا يتمكن الإنسان من أن يجبر جميع الناس، وثانيا إذا تمكن من إجبارهم فإن ذلك يكون تنفيذهم لما يريد في فترة محددة وقصيرة، وكلما تمكنوا من الفرار من ذلك يفرون منه. إذا الإنسان اقتنع بشيء لا حاجة إلى الإصرار عليه في ذلك، لكن إذا لم يقتنع فإنه يحاول أن يتملص ويتهرب. ولذلك إذا الإنسان كان رفيقا، يعني حاول معالجة الأمور بلين ولطف ومدارات، فحينئذ يتمكن من الوصول إلى مبتغاه وإلى ما يريده بكل يسر وكل سهولة. الأب إذا كان رفيقا مع أبنائه، يعني حاول أن يربيهم تربية سليمة صحيحة، وأن يتعامل معهم بلين وإقناع لا بكره وإجبار، فإن النفع يعود إليه أولا وبالذات، لأن أولاده أولا يتربون تربية سليمة، وذلك لشيوع حالة المحبة والمودة في الأسرة، وثانيا لو تعامل معهم بخرق وخشونة فإن الإنسان من طبيعته أن يحاول الدفاع عن ذاته، فإذا تعامل معه بخشونة هذه الطبيعة تبدأ في رد الفعل، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يخالف من يخاشنه ويتعامل معه بخرق، وهذه المخالفة تكون انتصار للذات كما يقوله علماء النفس. فحينئذ حتى إذا كان الكلام حقا، لكن باعتبار أن الإنسان، أن هذا الشخص تعامل معه بخرق، فانتصاره لذاته يجعل في لا شعوره حالة من التمرد. هذا الطفل لا يتمكن في زمان طفولته من التمرد على أبيه، ولكن حينما يكبر، حينما يستقل، حينما تقل سيطرة أبيه عليه، حين ذلك يبدأ برد الفعل بعدم امتثال ما قاله أبوه. وهكذا في الأنظمة، في الحكومات، الحكومات التي تتعامل مع المواطنين بعنف، هذه الحكومات ستحصد نتيجة هذا العنف. قد في بعض الأيام، في بعض الفترات، في بعض السنوات يكون هذا العنف هو الذي يوصل الحكومة إلى النتيجة المرجوة، ولكن يزرع الحقد في صدور المواطنين.
وهؤلاء إذا حصلوا على فرصة فإنهم يظهرون هذا الحقد وهذا الكره تجاه ذلك النظام أو تلك الحكومة، وإذا أراد أولياء الأمر تصليح ما أفسدوه لا يمكنهم ذلك، لأن الحقد استشرى ولأن الناس يتطلعون إلى الأفضل. ولذلك الإسلام يأمرنا بالرفق ويأمرنا بترك العنف، يعني أن يكون الأصل هو الرفق، والعنف والتعامل بخشونة هذا استثناء في الحالات الاستثنائية، مثل جسم الإنسان إذا أصيب بمرض كيف يتعامل الإنسان مع جسمه؟ يتعامل برفق، لا يتعامل بخرق وبعنف. نعم قد يكون هناك يضطر إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال غدة سرطانية مثلا، أو لاستئصال وبتر عضو من الأعضاء، هذا يمثل حالة استثنائية. لذلك الآية الشريفة تخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وتقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. الرسول صلى الله عليه وآله كان نبيا من قبل الله سبحانه وتعالى، يعني يمثل الحق المطلق، لا خطأ في أعماله إطلاقا، الرسول معصوم، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمة منه جعل الرسول صلى الله عليه وآله لينا أمام أولئك الناس. الرسول أيضا كان في المدينة المنورة يمثل حاكما، كانت له الحكومة والسلطة، ومع ذلك تعامل بلين، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. الآية تقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت مع أنك نبي وحق ومع أنك حاكم، لو كنت تتعامل مع الناس بغلظة، قلبك غليظ، ألفاظك ألفاظ نابية، تعامل خشن مع الناس، لانفضوا من حولك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله برحمة من الله تعامل معهم بلين، وهذا التعامل بلين سبب أن الناس يدخلوا في دين الله أفواجا، لأنه الحق صحيح هو حق، ولكن هناك أعداء لهذا الحق، النفس تعادي الحق إذا خالف رغباتها وشهواتها، المجتمع قد يعادي الحق إذا كان يخالف سيرة آبائه وأجداده. ولذلك تمكين هذا الحق من قلوب الناس بحاجة إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، ولولا تلك العوامل المؤثرة لرفض الناس الحق. لماذا كان الناس يرفضون الأنبياء؟ لأن الأنبياء كانوا يمثلون الحق ومصالح الناس أو شهواتهم أو عاداتهم كانت تخالف الحق، فلذلك كانوا يقاومون. فلأجل فرض هذا الحق على الناس ما كان يمكن فرضه بقوة السلاح فقط، لأن قوة السلاح محدودة. نحن نشاهد أن حكام حكموا بسطوة وبجبروت سنوات طويلة، ولكن تغير الظروف ولسنة الله سبحانه وتعالى في الكون، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك أولئك الحكام سقطوا وسقطت أنظمتهم. شاهدنا في العصر الحاضر في الأيام الماضية كم من نظام سقط، مع أنه كان متجبرا حاكما لعشرات السنين، بسبب أن التعامل كان تعاملا خاطئا بدون أن يكون هناك موازين صحيحة. وحتى الحاكم العدل الحق ينبغي أن يعرض هذا الحق للناس في حلة قشيبة لكي يتقبلوا ذلك الحق، لكي يخالفوا هواهم ويتبعوا ذلك الحق، لكي يعرفوا أنه الحق، لكي لا تحجبهم النفس والانتصار للنفس عن رؤية الحق أو عن قبول الحق، لأنه كثير من الأحيان الإنسان يستكبر على الحق حتى وإن يعلم أنه حق، استكباره انتصارا قد يكون للذات ويؤثر في شقائه واختياره الأسلوب الغير الصحيح. ولذلك
ينبغي على الإنسان في كل حياته، سواء في حياته الأسرية أو في حياته الاجتماعية أو حتى السياسيين في حياتهم السياسية، أن يتعاملوا مع الناس بلين، برفق، بعدم العنف، لكي يقنعوا الناس بصحة ما يقولون أولا، ولكي يتقبل الناس ذلك الأمر وهم ينفذوه بدون أن يكون هناك ضغط من الخارج. والضغط من الخارج إنما يكون مؤثرا في أوقات قليلة وأوقات معدودة. ولذا كان الرفق من جنود العقل لأنه يساعد العقل، وكان الخرق من جنود الجهل كما في بعض الأحاديث الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الفضيل بأن نربي أنفسنا على الرفق وأن نبتعد عن الخرق في كل حياتنا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.